أنا من أنقل لك الواقع. نحن كقوات أمنية واجبنا أن نفرض الأمن والأمان. هناك نعم قد تحدث حالات معينة، ولكن هذا لا يعني بأنه كما يشاع بأنه الوضع الأمني في ديالى قلق، الوضع الأمني في ديالى لا يسمح. قواتنا موجودة، إمكانياتنا وقدراتنا عالية جدا، لدينا أيضا عمل كبير وخصوصا فيما يتعلق في زيارة أربعينية الإمام الحسين، لدينا توزيع وإعادة وانتشار القطاعات، ولدينا اهتمام كبير في هذا المجال. بعض المصادر من داخل ديالى تقول ديالى الآن صايرة بالليل للمتظاهرين، خلاص يروح الوضع اللي هناك وبالنهار ترجع الأمور طبيعية للحكومة. زين، من الممكن أنه تنظيمات داعش، ونتحدث عن منطقة لحد الآن غير مستقرة تماما أمنيا، ما ممكن يستغل هذا المنقول انفلات، وإنما هذا الضعف. شوف سيدي الكريم، إحنا عندما نتحدث عن الوضع في ديالى نتحدث عن قدرة وسيطرة القوات الأمنية وإمكانياتها والتعامل مع التحديات. جنابك ذكرت أنه البعض يقول، لكن هل فعلا هذا موجود؟ هل فعلا هناك قلق أمني في ديالى؟ أبدا. الحياة الطبيعية احتجاجات، قد يعبر المواطن عن احتجاجه، يعبر عن مطالبه، ولكن لم يتعارض مع الأمن القومي لبلدنا، الأمن القومي لديالى، الأمن القومي للمواطن.